حددتش، الستوري نفسها ما اتحددتش، فمش معقول هنعمل مذكره واحنا لسه ما نعرفش الستوري هيبقى شكلها ازاي. تمام؟ فهنمشي في المنهج عادي زي ما احنا ماشيين كده بالشيت لحد ما نشوف الستوري هتبقى ايه، ونعمل لك المذكره جاهزه كلها ستوري وكتاب ان شاء الله. عندي جزئيه الاخيره هنا في المراجعه اللي هي جزئيه مقارنه الصفات. بيراجع تاني على جزئيه الاي ار زان، زي ما كنت بقول مثلا ذا مان از سترونجر ذان ذا بوي، ذا مان از سترونجر ذان اي ار زان، صفه اي ار زان لما بقارن ما بين واحد وواحد او حاجه وحاجه، ده في الصفات القصيره. طب لو صفات طويله زي فرايتند مثلا او انترستنج او بيوتيفول، قلنا مور صفه طويله زان، او ليس صفه طويله زان لو نفتكر. تمام؟ علي واز مور فرايتند زان احمد، علي كان خايف اكتر من احمد. تمام؟ طب لو عايز ابدا باحمد يبقى بقول احمد واز ليس فرايتند زان علي، ليس فرايتند زان، يبقى مور هنا قلنا عكسها ليس، ثم الصفه الطويله ثم كلمه زان. بالنسبه للصفات الطويله عندي طبعا ذا صفه اي اس تي، ذا صفه اي اس تي لما بقارن بين واحد والكل، بين حد وكل الناس، فبقول هنا علي از ذا تولست بوي، از ذا تولست، ذا اي اس تي. طب بالنسبه للصفات الطويله قلت هنا مستر سويفت واز ذا موست، واز ذا موست، ذا موست فرايتن، ذا موست والصفه الطويله، ذا موست والصفه الطويله. مديني الحتت الشاذه هنا، قلنا جود، الدرجه الثانيه بيتر زان، الثالثه ذا بيست. لو بقول محمد از جود، طب ما انا عندي مثلا خالد از بيتر زان محمد، طب ما انا عندي اكرامي از ذا بيست، يبقى عندي جود وبيتر زان ذا بيست، باد وورس زان ذا وورست، سيء اسوأ من الاسوأ. تمام؟ بعد كده مديني جزئيه ميني وافيو وماتش وليتل اللي انا شرحتها فوق، هنذاكرها تاني من الجزء ده، ان ميني وافيو عايزه اس جمعه، اما ليتل وماتش عايزه اسم كميه يعني اسم مفرد. تمام؟ بعد كده هروح ل مديني طبعا مراجعه على حاجه اسمها الكويشن ووردز، كلمات الاستفهام، امتى بسال بهو، امتى بسال بوات، امتى بسال بوين، امتى بسال بوير، امتى بسال بواي، امتى بسال بويتش، امتى بسال بهاو. وطبعا ده هيفيدني كتير في حل المحادثات وفي حل ايضا سؤال الري رايت. يتراجع الجزء ده كويس. بعد كده المفروض عندي اكسرسايز صغير كده اللي هو بيجز 7 و 8، ده اخرنا 7 و 8 معايا الاكسرسايز ده هحله على جزء المراجعه. تمام يا شباب؟ ها تمام؟ هنحل بيت 7 هنحل بيت 7 و 8، عرفنا ناخده دلوقتي سكرين شوت ونحل ماشي. هنيجي المدرسه ناخد الشيت نفسه مفيش مشكله. تمام؟ محمد السيد لسه فاكر يا محمد؟ يا محمد، محمد السيد، محمد، محمد لارا معايا؟ ماشي يا لارا، عرفنا الهوم ورك بتاعنا يا لارا؟ لارا، رينات، ريتاج، مجدي، عبد السلام، محمد السيد، الهوم ورك بالنسبة لنا في جزئية الولد هحل بيج 8 و 7، 8 اهيت قدام اهيت اقدر اخدها سكرين شوت لو عايز تاخدها، وبيج 7 اهيت برضو. طبعا ده تطبيق على كل الحاجات اللي احنا شرحناها النهارده او جزئية المراجعة. تمام؟ ده على جزئية المراجعة، وهحفظ طبعا الكلمات اللي موجودة عندي في أول الشيت. اللي مش هيعرف يشتغل منه كصورة يجي لي المدرسة بكرة إن شاء الله وياخد نسخة من الشيت ده عشان يقدر يشتغل فيه. تمام؟ يلا سلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. باي.